قبل 300 يوم كانت هذه الممرات المائية مواقع تمترس لميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، وكانت القذائف تنطلق منها بدل المياه. وبعد أن حررت المواقع عادت المياه إلى مجاريها كما يقال، وعاد السد إلى دوره التاريخي الذي عرف به قبل مئات السنين وقبل أن تتخذ الميليشيا منه مواقع حرب. ووفقا للمسؤولين فلم يحدث أن سبق لمنسوب المياه أن بلغ هذا الحد باستثناء حالات قليلة. بالنسبة للمياه الذي دخلت سد مارب هذه السنة، يعني أفضل مياه دخلت منذ 96 إلى اليوم فضل الله، يعني دخلت في أبريل ما يقارب من 250 مليون. وبناء على الخطط التي وضعت بأيدي مهندسين محليين فلن يكون دوره محصورا بالري، بل سيذهب إلى أدوار أخرى مرتبطة بقيمته التاريخية ودلالته التي تعني الكثير. وسيبقى الدور الذي يلعبه سد مارب مرتبطا بالسكان أنفسهم، وليس بأسواره وأحجاره المحاطة بالقصص والأساطير، بل بالواقع الجديد الذي يصنع في وقتنا الحالي.